لعدوان اسرائيلي سافر، وعدوان غاشم، وعدوان همجي لا يضاهيه بشاعة وفظاعة وجسامة الا ما ابتليت به غزة شر البلية. ان هذا العدوان يمثل جزء لا يتجزأ من سياسة التصعيد التي جعل منها الاحتلال الاسرائيلي الاستينا... الاستيطاني نهجا مفضلا واستراتيجيه متعمده على اكثر من جبهه وعلى اكثر من وجهه في منطقه الشرق الاوسط برمته فهذا الاحتلال لم يعد يكتفي بحرب الاباده الجماعيه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية بل صار يشعل الأزمة تلو الأخرى وصار يسعى اليوم تلو الآخر لبسط إجرامه وفرض جبروته على كفة دول الجوار في اليمن وفي سوريا وفي إيران وحاضرا في لبنان فلأشقائنا اللبنانيين اصدق عبر التضامن والمواساه والدعم في وجه هذا العدوان الاسرائيلي الشنيع بل المشين الذي يستدعي منا ومن مجلسنا هذا الادانه الصريحه والاستنكار الصارم والرفض المطلق والتحرك المستعجل لوقفه ومحاسبه المتسببين فيه والمشرفين على تنفيذه ان ما يتعرض له لبنان من انتهاك لسيادته ومن تقويض لامنه ومن ضرب لاستقراره قد اكتملت فيه كل اركان الجرائم التي استنسخها الاحتلال الاسرائيلي من غزه لتنفيذها في لبنان وهي الجريمه ضد السلام وجريمه العدوان والجريمه ضد الانسانيه وجريمه الحرب وجريمه الاباده وبعباره اخرى محاوله تحويل لبنان الى غزه اخرى ان ما يعانيه اللبنانيون والفلسطينيون اليوم ومعهم كل دول وشعوب المنطقه يمثل ثمنا يدفع ثمن يدفعه كل هؤلاء بارواحهم وممتلكاتهم ومقدراتهم لعدم اطلاع مجلسنا هذا بما يقع عليه من مسؤوليات لوقف حرب الاباده الدائره رحاها في غزه لان فتيل التصعيد اشتعل اولا بغزه قبل ان يمتد لهيبه لاحقا ليشمل كافة أرجاء المنطقة وثمن يدفعه كل هؤلاء بأرواحهم وممتلكاتهم ومقدراتهم لعدم تمكن مجلسنا هذا من لجم المحتل الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه لأن غياب المساءلة والمحاسبة والمعاقبة كان بمثابة الإشارة الخضراء الممنوحه لاتساع دائره الاجرام الاسرائيلي وامتداد رقعته واخيرا وليس اخرا تمثل ثمنا يدفعه كل هؤلاء بارواحهم وممتلكاتهم ومقدراتهم لعدم تمكن مجلسنا هذا من حمل الاحتلال الاسرائيلي للتخلي عن اوهامه وما يلهث وراءه من سراب تحقيق الامن والاستقرار لنفسه عبر نشر اللا امن واللاستقرار في جواره لان هذا الاحتلال اصبح يبرهن لنا انه يعتقد قولا وفعلا ان تمتعه بالامن يكمن في حرمان جواره منه لقد ان الاوان لمجلسنا هذا ان يدرك أن مسألة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن تبقى رهينة أهواء وأوهام الاحتلال الإسرائيلي يتصرف فيها ويعبث بمصيرها كيفما شاء فالاحتلال الإسرائيلي قد أثبت أنه لا يؤمن بالسلام ولا يريد السلام وأنه يعتبر نفسه استثناءً من كل ما يجمعنا تحت قبه منظمتنا هاته من مراجع وثوابت وقواعد وضوابط واحكام والحاله هاته تؤكد الجزائر ان العمل من اجل وقف التصعيد هو اقل ما يمكن انتظاره من مجلسنا هذا اليوم قبل الغد فمنطقه الشرق الاوسط احوج ما تكون الى تضافر جهود الجميع لتجنيبها ويلات حرب شامله تلوح في الافق القريب لا البعيد وفي ذات السياق تشدد بلادي على ان جهود وقف التصعيد هذا يجب ان تركز بصفه اوليه واولويه على وضع حد نهائي للجحيم المسلط على الشعب الفلسطيني في غزه كما ان ذات الجهود ينبغي ان تتوجه صوب المعتدي لا المعتدى عليه اي صوب الاحتلال الاسرائيلي لا صوب الفلسطينيين واللبنانيين او غيرهم من دول المنطقه التي طالتها الجرائم الاسرائيليه بجميع انواعها واصنافها والتي ضاقت ذرعا من تجبر وتسلط وطغيان هذا الاحتلال وقناعتنا تبقى راسخه من ان عوده الامن والاستقرار في الشرق الاوسط تتوقف على قدره مجلسنا هذا على تجاوز ما يقوض اداءه من مكبلات لفرض الاحترام الكامل والشامل لوحده لبنان وسيادته وحرمه ترابه ولتنفيذ ما اعتمده من قرارات لوقف اطلاق النار بغزه، ولوضع حد للتصعيد الاسرائيلي الممنهج بالمنطقه، ولانهاء احتلال الاراضي الفلسطينيه والعربيه كلها، ولفرض اقامه الدوله الفلسطينيه المستقله والسيده كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي الاسرائيلي. شكرا السيده الرئيسه. I thank His Excellency Mr. Atta for his statement.